موروث عزائي تتناقله الأجيال من الآباء إلى الأبناء في مدينة كربلاء، إذ ينظم أهاليها مسيرة تجوب المدينة القديمة والرياض المقدسة، إحياء لذكرى سابع الإمام الحسين عليه السلام، إلى جانب إقامة مجلس عزائي في صحن المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وذلك بواسطة التنسيق مع العتبتين المقدستين. هذا اليوم الذي يحييه أهالي مدينة كربلاء بإقامة عزاء السابع الذي يقام سنويا وينطلق من طرف المخيم تحديدا ومشاركة جميع أطراف وأصناف وهيئات مدينة كربلاء المقدسة، هذا العزاء الموروث من الآباء والأجداد. هاي كل سنة مراسيم تجي عزاء ينطلق من المرقد الحسين سلام الله عليه باسم أهالي كربلاء ويختمون عند أبا الفضل العباس عليه السلام. هاي الشموع والتكية هبني المراسيم التوزيع التبركات بمناسبة هذا اليوم الجليل. أجواء عزائية تشهدها كربلاء مدينة العاشقين في شهر محرم الحرام بإحياء المناسبات والشعائر الحسينية من قبل أهاليها.